سوف أبدأ هذه التغطية من مقابلة مع إحدى السيدات التي تسكن هنا في المنطقة. يعطيك العافية، بس بدنا نبرمهم صوب الكاميرا إذا بتريدي حضرتك. أول شيء بداية الحمد لله على السلامة، أنت وين ساكنة تحديدا؟ هالبناية. نعم. طيب كنتوا موجودين بدنا نبرمهم، كنتي موجودة هون بلحظة استهداف عشان خبرينا شو صار، سمعتوا صوت؟ سمعنا صوت قوي ومثل العادة نحن وطلعنا لقيناهم إنهم كسفوا هون. لقيت انه قصفوا هون. اول شيء صار في اضرار بالبيت عندكم؟ مين كان في بالبيت؟ لا ما كان، كنت انا لحالي بس لا ما صار في اضرار، بس انحسرت بهالمبنى هون. وهل سمعتوا صوت طيران؟ لا ما سمعنا صوت طيران، بس حسيتوا بالاضرار بس وحصلت. بالصوت بس طلع الصوت، هو طلع الضربة كانوا انفجار كان، عرفتي؟ بس انه لهالقد اسرائيل هيك، بدي اعرف انه اسرائيل هي ارضها اللي عم بتدافع عنا، هي شو عم تعمل؟ الفلسطيني هي ارضهم ونحن الشعب هيدي ارضنا. هي اسرائيل عم ينفع شو عم بتدافع عن شو؟ ارضها هي الاسرائيليه عم بتدافع عن شو؟ عندها ارض لتدافع عنا؟ يعني بحق لهم الفلسطينيه يعملوا هيك؟ ونحن شعب بدنا، نحن بدنا ارضنا، ولو تهدمت كل الضاحيه بدها ترجع تتعمد اذا الله راد، وما فرقانه معنا وصامدين ونحن لا نشبه اللي بدنا يشبهونا ولا نحن نشبههم، ولا بدنا حتى يجوا اللي ما بيشبهونا يجوا لعنا ويصوروا. طب اليوم ما بدنا لانه اللي بيشبهنا يجي يصورنا واللي ما بيشبهنا ما يجي يصورنا. هلا نحن اليوم بيروح يصوروا حفلات والهيك عال كثير منيح. اوكي اليوم عندك سؤال بس اليوم يرتبط بالمنطقه هون، يعني بثلاث ايام كان في كثير من اخبار وتهديدات انه في ضربه بدها تجي على لدرجه انه ما طلعنا نحن من البيت. هل كان في بالمنطقه هون يعني بكل الضاحيه من المحيط تبعك من العائله، هل كنتوا تعتقدوا انه لحظه رح بيتم استهداف الضاحيه ولا كنتوا تقولوا لا؟ كنا انه قديش هم وقحين، لاي درجه هن في عندهم وقاحه؟ لا شوف الدرجه قديش هن عندهم وقاحه انه حتى لهون قدروا يضربوا. شكرا كثير لك، حتى شو ما عملوا نحن مستعدين وما فرقانه معنا. نعم شكرا كثير لك.